قصة مريم كيف واجهت خرافات حول استخدام إحدى وسائل منع الحمل. كمية خرافات قالت لها غير طبيعية. ما هي أهمية تنظيم الأسرة للشباب؟ شاب من الشباب قال لي أستاذة أنا أضحك علي. هل حقا قد يضر الأجنة استخدام اللولب؟ موضوع اللولب اللي بيدخل في دماغ العيل دي أكتر حاجة قتلتني ضحك. ويجيب دكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان وطبيب النساء على السؤال الأهم، هل تنظيم الأسرة مسؤولية الستات فقط؟ وما هي وسائل منع الحمل الآمنة؟ هي الست هتحمل لوحدها ولا هتحمل بجوزها؟ زي ما هي هتحمل بجوزها يبقى تنظيم الأسرة مسؤوليتهم هما الاتنين مع بعض. ومن أسئلتكم، ما هو التصرف القانوني حال الرغبة في عمل بلاغ عن تعرض امرأة مطلقة للخطف؟ طلقها انتهت العلاقة فممكن يترزع فيها إعدام. برنامج حكايات نهاد مع المحامية نهاد أبو القمصان، السبت 18 نوفمبر الساعة 8:30 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.